أنشطة تقويم ودعم وتوليف تعلمات الوحدة الرابعة. المرجع فضاء الرياضيات للمستوى الأول. نبدأ على بركة الله. إذا أكتب العدد المناسب. إذا لاحظوا معايا هنا عندي قضبان وعندي الوحدات، إذا كل قاضب يمثل 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. إذا القاضب عندنا كيمثل لي 10، وكل وحدة كتمثل لي 1. إذا هنا 10 زائد 1 2 3 زائد 3، 10 11 12 13. إذا 10 زائد 3 13. هنا عندي قضيب كيمثل 10، 10 زائد 1 2، إذا 2 10 11 12. 10 زائد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 زائد 9، إذا 10 زائد 9 19. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. عندي هنا 10 قضيبين، إذا 10 زائد 10، 10 زائد 10 20. أقرأ الأعداد ثم أكتبها وأكتبها بالأرقام. 12 12 20 15 19 17 17. ده 12 20 15 19 17. أكتب عدد الأضلاع. إذا بالنسبة للشكل الأول أكتب عدد الأضلاع، إذا 1 2 3 4، 4 أضلاع. الشكل الثاني 1 2 3 4، 4 أضلاع. الشكل الثالث 1 2 3 3 أضلاع. الشكل الرابع 1 2 3 4 5 6 6 أضلاع. الشكل الأخير 1 2 3 4. مستطيل لدي 4 أضلاع. أقارن عددين وأضع الرمز أصغر أو أكبر. كما كنعرفوا دائما الرمز يتجه للعدد الكبير مثل فم التمساح. إذا عندي 17 11، إذا غنبدأ بالعشرات. عندي 1 1، إذا هناك تساوي على مستوى العشرات. كنمشي الوحدات، عندي 7 1 7 أكبر من 1، إذا 17 أكبر من 11. عندي هنا العددين يتكونان من رقمين، إذا العشرات 2 1 2 أكبر من 1، لم أكبر. كما كتشوفوا كما قلت لكم الرمز يتجه للعدد الكبير مثل فم التمساح. إذا عندي هنا 13 17 1 1 متساوية. العشرات كنمشي للوحدة 3 7، إذا 7 أكبر، بالتالي 13 أصغر من 17. المقارنة الأخيرة 1 1 تساوي، إذا نمشيو للوحدات 3 6 6 أكبر، إذا 13 أصغر من 16. أرتبوا الأعداد من الأصغر إلى الأكبر، إذا من الصغير للكبير. إذا عندي 15 19 11 3. إذا عندي هاد الأعداد كاملة كتكون وجد الأرقام، أصغر عدد هو اللي كتكون من رقم 1 3. نقارنو 1 1 1، عندي الوحدات 1 9 5، إذا 1 أصغر 11، تليها 5 9 15 أصغر من 19، وأخيرا 19. أحيط بخط المجسمات التي تتدحرج. إذا بالنسبة للمجسمات التي تتدحرج، إذا لديه هنا متوازي المستطيلات لا يتدحرج، لديه أوجه مستطيلة. بالنسبة للكرة، الكرة تتدحرج، الأسطوانة تتدحرج، المخروط يتدحرج، والمكعب لا يتدحرج، لديه أوجه مربعة. إذا المجسمات التي تتدحرج هي الكرة، الأسطوانة، والمخروط. أملأ الجدول ثم ألون الخانات. إذا 20، إذا 10 زائد 10، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. إذا 10 زائد 10 20.
اذا عشرة زائد تسعة، اذا عشرة زائد تسعة نخليهم مربع واحد بلات الوان. اذا عشرة زائد تسعة عشرة، احدى عشر، اثنى عشر، ثلاثة عشر، اربعة عشر، خمسة عشر، ستة عشر، سبعة عشر، ثمانية عشر، تسعة عشر. اذا عشرة زائد تسعة تسعة عشر، عشرة زائد خمسة عشرة زائد خمسة، اذا عشرة زائد واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة، اذا عشرة زائد خمسة خمسة عشر، عشرة زائد خمسة خمسة عشر. احسب، اذا هنا غنحسبوا الوحدات مع الوحدات، العشرات مع العشرات، اذا صفر زائد ثلاثة ثلاثة، واحد زائد صفر واحد، اثنان زائد اربعة اذا اربعة، خمسة ستة، واحد زائد لا شيء واحد، اربعة زائد ثلاثة اربعة، خمسة ستة سبعة، واحد زائد لا شيء واحد، واحد زائد سبعة، اذا هنا كناخد العدد الكبير هو الاول، سبعة ثمانية، واحد زائد لا شيء واحد، اربعة زائد خمسة خمسة، ستة سبعة ثمانية تسعة، واحد زائد لا شيء واحد، اثنان زائد سبعة سبعة ثمانية تسعة، واحد زائد لا شيء واحد، اربعة زائد اربعة اربعة، خمسة ستة سبعة ثمانية، وبالطريقة واحد اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، واحد زائد لا شيء واحد، ثمانية زائد واحد ثمانية تسعة، اذا ثمانية زائد واحد تسعة، واحد زائد لا شيء واحد. كنتمنى انه يكون واضح. قبل اغلاق الفيديو، فضلا وليس امرا، من تصل قناة نزال التعليم لأول مرة، الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم دائما كل جديد، ولا تنسوا مشاركة المقاطع مع أصدقائكم حتى تعم الفائدة، وترك بصماتكم وتعليقاتكم المحفزة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.